السلام عليكم خياتي، السلام عليكم محباباتي، ومرحبا بكم في قناتنا واللي هي العائلة تاعنا الثانية بابيو دوغي. حبيت نرحب بالمشتركات الجدد اللي ملتحقوا بالقناة، وحبيت نشكر ثاني تلك المتتبعات الأوفياء اللي كل يوم راهم يدعموا فيا بتعاليقهم. صراحة كي نشوفهم نفرح، بكل صراحة كي نشوف تعاليق، يعني واحد التعاليق يعني ما شاء الله يطلعوا المورال، فريمو نفرح. واللي مازال ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس هكذا باش يوصلها كل جديد. كيما على بالكم خياتي، قبل ما نبدا خياتي حبيت تبعوا لا فيديو الاخر، لاخاطش انا راح ندير روتين خفيف في داري، ومن بعد راني معروضه للفطور في دارنا، نديكم معايا هكا باش نبدلوا شويه الجو، وثانيتيك باش يكون الروتين متنوع ويكون فيه جديد ما يكونش ممل. راكم على بالكم انا خياتي دائما نستعمل في التنظيف تاعي البتراء، هذا اللي يجي اللون تاعو اخضر، هذا اسمه البتراء، ريحته انا صراحه تعجبني، وكل وحده ورايها في هذا المنتوج، كاين اللي ريحته تعجبو كاين اللي ما تعجبوش، كل وحده وذوق تاعها. انا صراحه يعجبني ونحس باللي الدار تكون نقيه ويعطيني لمعه ثانيتيك، الفايونس تاعي ولا الارضيه يعطي لمعه يعني واضحه بعد التنظيف، تحسوا بلي فرق، تحسوا بالفرق. وثاني تيك ما نساوش بلي هو طارد للحشرات، راح تتخلصوا من الذبان الباعوض الحشرات، من الحشرات الاخرى هاد الحشرات واحد اخرى كامل تتخلصوا منهم. وشنو هو لازم خياتي؟ المداومه، لازم نستعملوه بزاف، يعني على جهه على جهه نستعملوه ما نستغناوش عليه، وتحسوا بالفرق باذن الله. وهذا هو انا رايي الصريح في هذا المنتج، ويعجبني صراحه من اللي شريته عندي بزاف، انا نستعمل فيه ما نكذبش عليكم ما استغناش عليه. كما ولفتوني خياتي كالعاده انا نحي كلش، بعد ما نحيت كلش نرغوي كامل انا صوالح توعي، راكم تشوفوا هذاك النيلو دوك نحيه باسكو بدا يتقشر وما تنحاش، انا دوك نحيه ومن بعد نوريكم كي نحيه هكا باش نيتواي الحاله بيان. انا دوك نحاول نقي كامل الحاجه اللي تكون هكا على اليد، واللي تكون نشوفها بدات هكا مثلا بدات شويه تقيسها لا فابور ولا، ومن بعد ما نرغوي كامل السطح اللي راني حباته نشد شيفون تكون نقيه، نمسح بها نمسح نعاود نمسح كامل الحاله، ونشلل ونعصر ونعاود نمسح الى ان نحس بلي الحاله اتنقات. خياتي ما نطولش عليكم بالهضره، نخليكم تشوفوا لا فيديو، وما تنساوش عندنا حاجه جديده مع الاخر، تبعوا لا فيديو حتى الاخر.
بعد ما نقيت الحالة ونشفت، انا يا حمصت شوية كاوكاو وريحيته هكا وحطيته داخل لابواط باش كي نجي نستعمله نصيبه واجد. هذه لابواط خياتي كما راكم تشوفوا تاع 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 المثلجات، يعني شوفوا جي جايه لاباس بها، يعني ترفد لنا. انا استغليتها باش نحط فيها هكا حاجات خل من ما نرميها ونعشي نشري لي بواط بدراهم، يعني بلاصه ما نخدم بلاصه ما نشري هذوك لي بواط نشري حاجه واحده اخرى هكا باش نعرف نسير البيت تاعي، وباش دراهم ما يروحوليش بوغيان على حاجات بسيطه. ولي تكون قيسها قيس حالها هكا دير، تستغل الحاجات حاجات واحد اخرين مثلا كي تشوف حال لابواط مليحه ولا تستغلها. وهذيك لاصوم اللي نورمالمون تشري بها هذو لي بواط تاع بلاستيك، ولا تشري بها حاجه تكون مليحه وباينه. وهنا خياتي درت هذا الموديل تاع الكاتو، شوفوا يجي مشقق، ودرت بالجلجلان وبنكهه الفراوله، درت له عطر هذاك الملون الغذائي تاع الفراوله معطر يعني، وثانيتك فيه اللون هذاك الوردي. شوفوا جات انا عجبتني ما شاء الله، وانتم خياتي عطوني رايكم في التعليق. هنا خياتي بعد ما رحت لدارنا الله غالب ما فقتش باش نصور لكم، باش نصور المراحل واحد اخرين اللي قبل ما نحطوا الاكل، مي معليش هاي ليك. بعض المقتطفات تاعنا احنا كيما كنا في هذه فلاكويزين، ولا طابل تاع صالو خياتي للاسف ما صورتهاش باسكو ثم الحق وقت الاذان. ان شاء الله تعجبكم هذا، يعجبكم يعني هذه المقتطفات كي رحت لدارنا. هذه هي طاوله الاكل، وهذو حضرتهم مرت خويا الله يبارك عليها، راكم تشوفوا مسكينه ظلت في الكوزينه وعيت روحها وشقات روحها، راكم تعرفوا وجدت هذا الاكلات. ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ لي كامل عائلتي وخويا العزيز ما ننساهش باسكو هو اللي عرضني ثاني. وهنا يا بعد ما فطرنا غلفنا الحاجه هكا اللي بقات كيما هنا سلطه ماشي مدهونه، هذه درناها في طبسي غلفناها بابي فيلم، هذيك الشوربه اللي بقات الحاجات اللي بقاو هكا غلفناهم وخبيناهم، وكاين البنات راهم يغسلوا في المعان. وهذه هي شوفوا ندير لكم جوله خفيفه في جزء من المطبخ. هامليك الماعن تما فوق البوطاجي مازال ما رجعناهمش لبلاصتهم. هاي ليك ثانيتيك صينيه تاع لاتاي، هاوليك شوفوا مطبخ ثاني بسيط، هامليك كامل مغسولين ومحطوطين تما. من بعد هذو خياتي كي قطروا مليح كل حاجه تعاود تولي لبلاصتها. هذا هو المطبخ تاع دارنا ان شاء الله. هنا وهنايا هذه سنيوه تاع القلب اللوز، هذيك صغيره خدمتها مرت خويا والكبيره شراها خويا. شوفوا ما شاء الله راهم هنا راهي مقسومه باسكو راهي مبريباريا في طباسه، وهذه اللي ريحت، وهذا خويا هو مو الشيء. ان شاء الله خياتي تنال الاعجاب تاعكم ثاني ديك هذه صينيه القلب اللوز. شوفوا انا عجبتني الطياب ما شاء الله، مام شوفوا طياب تاعها يعني ما شاء الله، مام هي بعد ما كليناها ولا غير بنينه يعني توب. اللي راهم خياتي مثلا عجبتهم ولا شهيناهم سمحونا بزاف بزاف، ان شاء الله شهيناكم في الجنه وبالجنه ثاني، وان شاء الله نكونوا كامل من اهل الجنه ان شاء الله. وما تنسوش خياتي هذه الايامات العشر الاوائل الاخيره من رمضان بروفيتيو فيهم الصلاه والدعاء، كثروا العباده خياتي. وهذه هنايا في الصحراء هاوليك نحط لاتاي طاب، وهذا وجدو خويا يعطيه الصحه هو اللي طيبوا لاتاي هذا.
عليك حطينا قلب اللوز، حطينا كنا كلينا من قبل ديجا لي فخوي، صافي هذا واش بقى من الفاكهه. وحطينا عاوليك لاتاي هذا القلب اللوز هكا، وكملنا سهرتنا وريحنا وبدلنا شويه الجو كيما على بالكم، ونحينا شويه على خاطرنا قصرنا شويه، وان شاء الله كامل يجوزوا يامتنا حلوين.